ينضم إلينا من لندن للحديث عن استمرار العمليات العسكرية في اليمن وتبعات رفض ميليشيا الحوثي للقرارات الأممية. معنا عادل الحامدي. أهلا بك سيد عادل الحامدي، وأنت الكاتب والباحث السياسي. أود أن أسألك في البداية، الحكومة اليمنية تكشف عن نزوح أكثر من 12 ألف شخص بسبب الحرب في مأرب وتحذر من كارثة إنسانية. السؤال هنا، إلى أي مدى تتحمل ميليشيات الحوثي مسؤولية ما يجري؟ طبعا شكرا جزيلا لك ولمشاهديك الكرام. ما يجري في مدينة أو في محافظة مأرب هو حقيقة جرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة حقيقية تمارسها جماعة الحوثي تحت فعلة مواجهة الحصار الذي تواجهه أو الذي تعيش تحته منذ عدة سنوات من طرف دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وأيضا وهذا هو المهم، أن هذه العملية تأتي منذ عدة أسابيع تحت شعار رفع الحصار المفروض على 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 صنعاء، ثم الذهاب باتجاه الهيمنة والسيطرة على واحدة من أهم المدن الاستراتيجية بالنسبة للجماعة الحوثي ولليمن، وهي مدينة غنية بالنفط وبالغاز. وإذا تمت السيطرة عليها من طرف الحوثيين فأنها يمكن بعدها أن تتحول إلى ورقة تفاوضية مهمة للحوثيين في تحديد مستقبل ومصير اليمن. باعتقادكم سيد عادل، ما الذي تستفيده ميليشيات الحوثي من إطالة أمد الحرب في اليمن؟ وكيف تنظر هنا بالتحديد إلى الدور الإيراني هناك؟ طبعا لابد من الإشارة بشكل جدي إلى أن التصعيد الحوثي مع في اليمن يأتي بالتزامن مع استمرار الأزمة إذا جاز التعبير، أو الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران فيما يتصل بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي، أو فيما يتصل برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة أمريكيا على إيران. كلما اشتدت الأزمة الإيرانية كلما بدت بعض أذرع إيران العسكرية في عدد من دول المنطقة وتحديدا في اليمن وفي سوريا وأيضا في لبنان وفي العراق بالتحرك من أجل إيصال رسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران قوية ويمكنها أن تلوي ذراع الأمريكيين. هل أن الحوثيين الآن سيتمكنون من تغليب الورقة لصالحهم ويفرضون أنفسهم كقوة سياسية مهمة؟ أكيد بالتأكيد، لأنهم استفادوا أيضا من قرار أمريكي برفع اسمهم من قائمة المنظمات الإرهابية، وبالتالي فالولايات المتحدة الأمريكية أيضا تتحمل مسؤولية فيما تقوم به ميليشيات الحوثي، لأنها أعطت لهم الضوء الأخضر بعد أن رفعت اسمهم من لائحة المنظمات الإرهابية. وبالتالي فهم يتحركون بضوء أخضر إيراني وبضوء أخضر أمريكي للأسف الشديد، والضحية هو الشعب اليمني. وللأسف الشديد القوات الحكومية التي ما زالت تسيطر عمليا أو نظريا على مأرب هي لا تستطيع الدفاع عن مأرب، ولولا قبائل مأرب لما تمكنوا من الحفاظ على استمرار المحافظة بعيد عن سيطرة الحوثيين. سيد عادل، ماذا يعني رفض ميليشيا الحوثي للقرار الدولي 2564 بوقف الحرب؟ والسؤال هنا، هل يمكن التعويل على المجتمع الدولي باتخاذ قرار حاسم؟ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقول التالي، يقول بأن 80% من الشعب اليمني الآن يعيشون على المساعدات، وأن وقف المساعدات الدولية على هذه النسبة المهمة من اليمنيين سوف يؤدي بهم إلى الموت. الوضع في اليمن وصل إلى درجة لم يعد معها للشعب اليمني أن يحتمل المزيد، ولا أعتقد بأن المنطقة أيضا ما زالت تحتمل استمرار الملف اليمني على ما هو عليه. بالتأكيد التوجهات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة العمل على وقف الحرب الدائرة في اليمن، هذه رسالة مهمة للغاية. والرسالة الأهم وهي وقف تسليح قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات بالنظر إلى الجرائم التي ارتكبوها. والرسالة الأخرى وهي رسالة أيضا غاية في الأهمية، عندما تتحدث الإدارة الأمريكية على أنها ماضية في محاسبة المسؤولين عن الجرائم في المنطقة، وهي إشارة
ليس فقط إلى جريمة جمال خاشقجي وإنما أيضا إلى ما يجري سيد في اليمن. عادل، دعنا نعود إلى موضوعنا لو سمحت. في سؤال جديد، كيف تقيم دخول إدارة بايدن على خط الأزمة اليمنية؟ يعني هل إنهاء الحرب في اليمن يكون برفع اسم ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب؟ لا، إنهاء الحرب هو عمليا أدركت الولايات المتحدة الأمريكية بأن القرارات الفوقية لا يمكنها أن تنهي الحرب، وأن الاعتراف بالأمر الواقع أي بمعنى الأطراف الواقعية المؤثرة في الشأن اليمني مهم لضرورة البحث عن مسعى للحل السياسي. بالتأكيد الحوثيين هم جزء من اليمن وهم أبناء اليمن، وبالتالي فالحل السياسي هو الباب أو المدخل الرئيسي. لذلك أعتقد الأمريكيون أو الإدارة الأمريكية الجديدة بأن رفع اسم الحوثيين من قائمة الإرهاب ربما يشجعهم على المضي في الحل السياسي والاعتراف بشرعية الحكومة اليمنية وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سيطرتهم على صنعاء وبدون الشمال. لاحظ جيدا أستاذي أنه فيما لو تمكن الحوثيون من السيطرة على مأرب، وهي كما قلت لك إحدى المحافظات المهمة في وسط اليمن، ليس فقط لموقعها الاستراتيجي وإنما أيضا لما تتضمنه من موارد نفطية والغاز، النفط والغاز، فإن ذلك سوف يقوي من الورقة التفاوضية. الكاتب والباحث السياسي عادل الحامدي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.